ما محمد مش موجود بكر، محمد الاول مش موجود. بدي اسمع عبد العزيز. انا عبد العزيز رح يتصل، بس قل لي بدي عبد العزيز. لازم تقول لي، بقول لك شو بتعمل، قل لي بدي استعين بصديق، بقول لك من هو الصديق، بتقول لي اخوي عبد العزيز. ماشي ايوه حضرتك. طيب خلاص، ايه المشكله كانت معاك؟ لازم يسجلوها بيقطعوها بالضبط. بعدين هو ايه شو بتعمل؟ ها؟ يعني اتصل بعبد العزيز ما فيش رد يعني ولا ايه؟ بالظبط مش فاهم، انا مش فاهم، انا مش فاهم انا الرد من حضرتك. انا مش عارف حضرتك يعني اديك اسم عبد العزيز ورقم التليفون بتاعه. انا ايوه حضرتك محمد السادس. محمد السادس عملك. طيب شو بنعمل؟ أنا مش فاهم من السؤال أنا فاهم. شو بنعمل زي ما بقولك اتصل بصديق، ما هي المشكلة فيها غير كده. طيب بعد التفكير شو بتعمل؟ بعمل مهندس معماري. حبيبي انت بقى حبيبي مش عايز سؤال لزميل او صديق. والله بتفرق صديق بيقول لي بتعمل ايه.